لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هل كان وحان كقلينا عشر كي كوباد تفسير كقرآن كريم كأه قرآن كريم كأه أو إلهي كلام كي سأه إن معنه سفهنو مهم أي نوتهي محايا لمركي أن دونينا إن إلهي كلام كي سكردقنو wixii uu na faray inaan raacno, wixii uu naga reebay inaan ka reebtoono, waxaan u baahanahay inaan fahanno macnihiisa. Asxaabtii Rasuulkuna markii ay 10 aayadood bartaan ee Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) ay ka bartaan, 10-kaas aayadood ayay macnaheeda fahmi jireen oo ay markaas ku dhaqmi jireen, ka bacdi ayay u gudbi jireen Qur'aanka kale. Qofku markaa hadii uu Qur'aankii fahansan yahay macnihiisa, waxa uu fududaanaya إن أو قرآن كي راعو أو كن لغمو أو وحي أو أمر يي راعو وحو كرهب ينا كرهب تومو قرآن كفدا إشي سا وكدرك سنة هاي وحلا سوكو بكرانا معهن مركز تانا علمدو وعين نوغشا كيسا لكن وحان توس أقلينا هدا عشر كيني أيان توس أقلينا وحان مانتا عشر كينا كو قادة دونا تفسير كسورة اللي رهدو سورة الفاتحة سورة داني و سورة مكي أو مكا أي كسو دكتي و سورة آدي آد أفضائل بدن أما أجر بدن أله و سورة دي إلهي سبحانه وتعالى أو كتل مامي السبع المثاني أن تضبدي للبين يي إيو القرآن العظيم إلهي أو كتل مامي قرآن كي وينا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم waxaan ku siinay nabi muhammad oo 7 oo ku walalabee ah aan iyo quraankii weyna oo macnaheeda culimadu ay ku fasiraan labayntaas waa soo celcelinta oo faatixadii salaada lagu soo celcelinayo laga yaabo maalin kasta inaad 5 jeer tukatid ugu yaraan qofkii 5 faradka kale ku gaabsada salaad kastana ragca kasta uu ku akhrinayo faatixadii marka waa la soo celcelinaya نبي عليه الصلاة والسلام أي أصحابي أي راي أسوغو توكانايا مركاس أيو أصحابي صلاة دي سي سي وطي صلاة دي مركي أولا ما يستويري نبي عليه الصلاة والسلام سوما أوغد إن إلهي أويري يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وركو على الرميييو أن أجيب إلهي يا رسول كيس هدي أيدين كوغي يران واحد النولينيا ومعنها إيمان كينا يدين تينا النولينيا markaas ayuu nabigu kaleeyhi salaatu wa salaam wuxuu ku yiri soo kuma baro aayad maaragtay quraanka suurad quraanka tan ugu weyn ah markaas uu asxaabiga yiri nacam ka bacdi asagii ninkii iyo nabigu kaleeyhi salaatu wa salaam waa ay wada socdeen markii ay masjidka ka sii bixi rabaan ayuu nabiga xusiisiyo yiri rasuulka ilaahay soo sidaas imaada dhihin markaas ayuu nabigu ku yiri kaleeyhi salaatu wa salaam waa suuratul faatiha وانا تضبضا او الهي السبع المثاني او يري وانا قرآن كوين او لئسي يري نبقى عليه الصلاة والسلام سورة دان فضائل بدن يآد اجهر اوين اي اولاد هاي ان الهي سبحانه وتعالى هنگر لغا كوي فهمه او قاطة سورة دان وحا ليره دا قرآن كدن ان ام الكتاب اي ليره دا وقرآن كهو يديس مارك تاي نبقى سيد او كتل مامي ان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أم القرآن ولا رهدا الواقية ولا رهدا الشافية ولا ره الكافية ولا ره
الرقية ولا رهدا مجايا فربضنا إلى هذا مرك أم الكتاب محله قوم مجابي وحل رها القرآن كوحي له وكهر ليورن أي كلان سطي إلهي سبحانه وتعالى هذا الكل لجهد لي يصفات كيسي ولا جش كي أي كلان سطي مخلوق ولا جش كي أي كجرة أن قيامتي حالته هذه ولا جش كي أي كجرة انتبه مرك سداس أي صورة دنا أم الكتاب نغطي القرآن كي كلام أيدي أيوسي شرحية ومعناها معنيه جود أو أيلا تمد أي مارك تي وقرآن كنا سيشر حياه إلهي إن لقاه له مخلوقات كيس إن لقاه له أي مارك تي أن قيامة دي أو لقاه شاكي صدق هذا بوا إلا تمد سورة داني سورة دان مركا الفاتحة هو حلاقو مجابي وكتاب كأي لقو باللوضي أو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسورة دي وجه الرئيسي أو لقو فرفران أي أيو كديم سورة دان فضائل شيء ده وحا كفلان وكمد أه إن أو سلاد دو أيسان نجا أنسحين هدي آنن كو بلابن هدي آنن كو أخرين سلاد دا سورة دان مركا وقايب وحي كشا كاين إسا إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسي قايب وحي كشا كاين إسا قيامة دي قايب وحي كشا كاين إسا مخلوقي أيضو وددي صحدة هد أو آن إلهي ويدي سنينو عبادة دي إلهي آن عابده إني إن إلهي ددكي ححما وددو دي نجا الليحيو وحيالها صورنا أي صورة كهر ليسا بسم الله الرحمن الرحيم بسنك وحوية صورة كستو قرآن كاملة والغب باللوضي مركي لغا ريبو صورة دبرا اللي راهدو سببتنا مركي أعيض أتقنا أي شيء دونا مركا أن بسنك وحوية وحا اللي راهدا حق أئمادو مركي أي كهر ليان صلاة ديو كلا شافعية دا مذهب كيدو وحو قباه إن أو سلاد هدي كر لوقا دانا بيسين كر لوقا دو أيغو أدلة دليشان أيه هدي هوس لو أخرين أيانا هوس لو أخرين معناها سلاد دي فاتحة كر لوقا دانا بيسين كر لوقا دانا تي هوس لو أخرين أيانا هوس أيه لو أخرين أيه مذهب كشافعية دو سيدو سوء قبا أو أه مذهب كأن رأسان هاي مركب بيسين كإلهي كب الله بسورة دي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلهي مقعيسان كب الله اللي الرحمن نحريستا قود كن حريساني اللي الرحيم نحريستا قاركا كن حريساني إلهي سبحانه وتعالى وحو نبريا وحكستا أو وناكسان أو آن باللابا إنه إنان إلهي مقعيسا كب اللونه أو تاسينا معنيه يدقو يهي أنقو إنان اللهين أود ماركتاي إلهي مقعيسا آن كاشانو هدي آن وحونا إنه هدي آن وحابا إنه هدي آن سعانا إنه هدي آن وحقبانا إنه وحكستا أو خير أو وناقا أو آن قبانا إنه إن الإله مجيء سكاشنه أي إله سبحانه وتعالى نجو تربيهنا يا مرك إله وحوله بسم الله إله مجيء سانكو بالله مجا إله أيام وحكسته أو وناجا كو قبصنا يا لكن وح قف قدو سمينا يا أيضا بوح حون سمين تود الله جرال أهين إنه مجيء إله لي ما ده لجمد دونيو اللي الرحمن النحريس تجود كون حريسنا يي وتلمان إله وإسكله هي الرحيمنا اللي نحريس تجار كأكون حريسنا يوي أن الرحمن آية حرف بدن مركوا كم معنوي هي الرحمن وحوي إلهي نحريس تجود كون حريسنا يو الدين كان مركو وجوه مسلم يقلب أن حريسنا يي أو أرزاق يي عافمات كسينا يي أولاد سينا يي هنتي سينا يي عد كست أن أرزاق أن حريسنا يي لكن الدنيا مرك لقته آخر الله تجو إلهي نحريس جار يكون حريسته ومعناها الرحيمه إلهي مؤمنين تكالية أيو مركز كو جنة جلية أيو إلهي أون حريسانا يا أن إلهي مركز مجي عيسى أيان كوب بلابانا إنا وحكا استوأونا كسن كبعد الصورة دا إلهي وحو غسي شاكي صفات كيسي إيا وحيالك لو أو تلماما إلهي وإسكالي هاي وعلمة دو حيراها وحال لرا قولوا وحا ترهدان الحمد مهد لله إلهي با إسكاله إلهي با مهد إسكاله وحو مهد كولي هاي عافمات كأون نسيي أبور كأون أبوري إسلام إنو نقردقي أولاد دقون نسيي أنهانتي دقون نسيي أرزاق دقون نسيي روب كأون نسيي دين كأون نسيي نعموين كيسا أن كلاقو ألاحين إلهي ميد قرصون إيا ميد موغطب أون نسيي أو مارك تا إلهي أو يرمكو بكارتان نعموين كاسو دان أيا إلهي كم مهد سيهي وواجب غفكو إنو إلهي سبحانه وتعالى كم مهديه إلهي بامهد إسكالي أليه رب العالمين عالم كان أبوري عالم كان بربارييي عالم كان إسكالها عالمين تو وعالم يال ووحبضا محايا لوحا اللي راهدا
بني آدم كعالم قونية ويه ملائكته عالم قونية ويه جنه عالم قونية ويه قيده عالم قونية ويه حيوانات عالم قونية ويه وحكاستا أو نوع قونية به عالم أيا ليره ده مرك إن تاسو عالم با إلهي سبحانه وتعالى أيا إسكاله إلهي سبحانه وتعالى أيا مامله إلهي سبحانه وتعالى أيا أرزاقه إلهي سبحانه وتعالى أيا إسكدو برهده الله عالم كاسو دان إسكاله الله هاس أيا مهدله وعالم كاسو دان أبو ري أو مامله مرك عالم كالله إسكاله مركي ليره أيا مهد إسكاله وحال لفهم كرا إنو معناها أود وحو أديك سنيو إنو سن حري سنن عدة كلجد وحسكله مركز إلهي وسيعد وحير الرحمن الرحيم الرحمن الله نحريس تجود كون حريس أنا يي الله الرحيم من حريس تجارك كون حريس أنا يي والله كلجس عالم كإسكله ما أهان الله كتمنايا ما أهان الله بربرنايا ما أهان الله سيد يعني دكتاتر دكتاتر ما أهان الله سيد ورب كلجس يعني وحقربا يا ما أهان إلهي والرحمن مسلم يقال بأدونك أنت اللي جوجو أن حريستي والرحيم أو الدنيا ده مركي لقتها وآخرة لقتها مسلمين تكلي أيو أن حريسنا يا وتلمامه إلهي ولي أيام كسي كرنا الله مالك يوم الدين أبا المرين تمالين كذا إسكالها أما مالك يوم الدين أما المرين تمالين كذا بقر كذا مالك يا مالك بوالله بقرة أو قروين كتضبط أه مركا لبدا ومعنهودو منا ملك دي ليران وبقركي مالنكاس الهي كليس ايا بقر اه وكا الهي ديه دونا لمن الملك اليوم مانتا يا بقرتو يدا اسكاله يا مانتا وحشاقا كرا وحا الهي اوليهي مالنكاسو الهي بقر يهي مالنكاسو الهي مالك يهو ليهي وحو الهي اوليهي اساقو حدا وبقركي ادونك اه حدا واسكاكا ناله وحو الهي اوليهي مالنكاس عد وحبا الشاقا كرتا حتى ملك بانبانا شاقا كرتا هي مجرتو لكن مانتا داد ايا ديه كرا انيقا ايا وحاس اسكاله مالنكاس الهي كليا ايا بقرت النما شاقا كرا ملك شاقا كرا يا مانتا بقرتو يدا اسكاله ايا الهي ليهي لله الواحد القهار الله كليجيسا وح قصبه الله هاسا اسكاله الهي ليه سبحانه وتعالى مركا الهي سبحانه وتعالى هل كان وحكم وچينا يا قيامة دي يا هوله دي مالك كاس الله يس أبال مرينا يو مالك كاس الله يس صوب بحنا يو مالك كاس قف كاس عمل كيس فرت الله كسار يو أعماش اللي ميزام يو قف تيف يعني أو بدن يسو قف تيف حمد أو بدن يسو قف أعماش يسو سنان يسو مالك كاس سيرات كل جد بيو مالك كاس قيامه إله أيا كل جيس مالك أه عد وح كلا شيء كرتا مشرتو أنت أسمرك وحوي وإله سبحانه وتعالى تلمامه سي إلهي صفات كيسي أي صورة دك صورشة كيس إياك إله أديك أيان نعبدك عابدينا مركان وحلاج هلا يا بني آدم كي وإلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوحة أي سمين أيان أيان نلوشة يا وح مرك أي سمين وحقو ناكسن وإلهي إني عابدان إله أديك أيان كعابدينا مرك إلهي عبادة ديسا أن عابدينا annagu awood aan leenahay kuma caabudeyno waxaan ku caabudeynaa tawfiiq ilaahay uu noo waafajiyay kaalmo ilaahay uu noo kaalmeeyay marka qofna iskaba caabudi karo qofka toosan oo aragtay oo ilaahay caabudaya waa qof ilaahay uu karsiyay qofka aan ilaahay caabudeyna ilaahay ayaan karsiyayno waafajin sida darteeda ilaahay wuxuu na baraya inaan ilaahay weydiisano aan inuu nagu caawiyo oo cibaadadaas iyo wixii kale aan qabanayno إن إلهي ونغو عاويو نكرسيو مركزا إلهي وحولي هاي وحاتراهدان وإياك أديق أيان نستعينو كالمكو ويدي سنين إلهي أديق أيان كو عابودين حدنا كالم أديق أنكو ويدي سنين عبادة دا نغو كالم عبادة دا نكرسي وحي كالون قبانا إننا نكرسيو أو وناغ نغو كالم مركي إلهي ونبري مركا إن آن آن إلهي سبحانه وتعالى آن نراهنو أديق أنكو عابودين هذا نوع عبادة داس إلهه نوغو كالمه انتهز كبعدي إلهي وحو نبرا ياه إن آن إلهي برنه أو آن دعي سنه أو آن ويدي سنه وداد حقه أه أنه مكرنه إنو إلهي نوغو هنوني إهدنا إلهه نهنوني الصراط وداد إلهه نوغو هنوني المستقيم إيه توسنيد وداد السحرة إيه حقه إيه توسن
jannadii toos noo geynaysa ee aan luuqyada nala leexanayo naarta nala aadaya aan ahayn ilaahu nagu hanooni wadadaasi waa tee ilaahay cadee wuxuu yiri siraata alladiina waa kuwii wadadooda ancamta calayhim aad ayaga u nicmaysay kuwa u nicmaysay kuwaas wadadooda ancamta aa u nicmaysay calayhim korkooda kuwaas wadadooda ilaahu nagu hanooni waa kuwa kuwaas waa kuwa ilaahay aayadda kale ku sheegu yiri ilaahay qofkii rasuulka ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca waxaa uu micigooda noqonayaa maalinta qiyaamo dadkii ilaahay uu u nicmeeyey oo ambiyadii iyo maaragtay sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii ah waana dadka lala saaxiibo micigooda la noqdo cidda ugu wanaagsan kuwaas ayaa qofkaasi micigooda noqonaya haddaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa kuwaas inuu micigooda naga dhigo waana siraadka mustaqiimka ah waa iyaga wadadoodii waana wadadaasi midda ilaahay uu ku caddeeyey qur-aanka uu leeyahay wa anna haada siraatii mustaqiima markii ilaahay uu kasoo sheekeeyey waxyaalihii uu ilaahay farayo inaan ilaahay loo shariig yeelin in waalidkii loo baari noqdo in maaragtay awlaaddii la layn ayoo faqri laga baqayo inaan zinadii macsidii lagu dhicin in maaragtay waxaasoo dhan ilaahay markii uu kasoo sheekeeyey ayaa ilaahay wuxuu yidhi aniga waa kan wadadaydii toosneed ee raaca wadadaas taas ayaa jannadii idinla aadaysa laakiin dadka xuxun wadadoodana iska ilaalisho walaa tatabicu subul wadooyinka qalooc luuqyada ah ee naarti idinla aadaya ee wadadii weyneed in kala leexanayo jannada aadaysa ha raacinina wadadaas waa kuwa ilaahay uu soo wado khayr almaqduubi calayhim uu kuwa loo carooday iyo kuwa baadiyoobay iyo cid kasta oo wadadooda qaada kuwaas wadadooda wey middana lakaga digaya marka kuwii aada u nicmaysay wadadooda ilaahona raacsi khayr almaqduubi calayhim oo aan ahayn kuwii loo carooday kuwii loo carooday ilaahu naga leexi wadadooda wala daaliin iyo kuwii lumay wadadoodaba ilaahu naga leexi oo aan ahayn ayaguna kuwii lumay oo baadiyoobay waxa weeye kuwo ayagoo cilmi leh ayay ilaahay caasiyeen oo khilaafeen ilaahay waa u carooday kuwana cilmi la-aanay waxay rabaan ku sameeyeenoo waa dad baadiyoobo lunsan marka kuwa loo carooday waa yahuuda leerahdaa iyo cid kastoo wadadooda qaada kuwa baadiyoobana waa nasaaradii iyo kirishtankii iyo cid kasta oo wadadooda qaada iyo cid kastoo ilaahay beenisay ayaa labadaba soo gelaya laakiin labadan waxaa loo soo sheegay waa labada oo magacii diineed iyo wixoo dhan sheeganayo haddana waxa weeye khatarta badan oo dadkii khayaanaya oo lagu kadsoomayo waana kuwa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam la tattabicunna sanana alladiina min qablikum shibran bishibrin wa dhiraacan bidhiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin la salaktumuuh aw kama qala sallallahu calayhi wasalam waxaad raacaysan kuwa idinka horreeya wadadoodii wadooyinkoodii taakataako iyo dhudhundhudhun ayaa u raacaysan yacni si kasta u raacaysan xataa god abeesa hadday galaan waa la gelaysan markaasaa asxaabtii waxay yidhaahaen alyahuudu wannasaara ma yahuud iyo nasaara a kuwaas yahuud iyo nasaarada miya markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi faman yaa kale waa iyaga kuwaas weeye kuwaasaa ku kadsoomaysaan kuwaasaa wadadooda raacaysaan dhaqankooda xuna raacaysaan hadda muslimiinta dhan uu nabiga la hadlaya mahana asxaabtii lama hadlaya keligood marka waa aragna maantay ficil kasta oo ay xun oo xun oo ay keenaan dad ayaa uga daysanaya madaxiyo si xun loo jarto ama loo sii daysto surweelkii oo salka laga rido dhar googo-an oo loo jeedo la xirto waxa weeye hadalkii oo la qalluuciyo socodkii oo la qalluuciyo akhlaaq kasta oo xun oo ay la yimaadaan oo xataa iyaga kuwooda caadiga ahi ay ka xishoodaan dad muslimiina ayaa ku raacaya subxaana allah markaasa ilaahay si gooniyo kuwaas usoo khasiso oo si gooniyo u sheegay markii suuraddan ay dhammaato aamiin ayaa la yidhaahdaa waana sunna ee suuradda kama mid ahan ilaahu ducadeenna ajiib maxaa yeelay ducaa suuradda ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo dhameeyey waxaan ilaahay weydiisanaynaa kuwii qur-aanka fahma oo raaca oo rumeeyo oo ku dhaqma in aan noqono wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.